آسف بس المساحة بتاعت الجهاز اتملت فالفيديو واقف مني، فهنكمل اللي احنا كنا بنقول عليه. انا دلوقتي عايز نخلي الاي بتاعت الهارمونيك، عايزة تخليها بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. فانا من هنا هنخلي القيمة ديت بتساوي صفر، فانا الاف والان فيز او الان بير فيز والايه والفلكس بتاعي مش هقدر ايه، مش هقدر اغير فيهم. ايه اللي انا هقدر اغير فيه؟ اما الكي بي اما الكي دي. فانا نروح للكي بي، الكي دي الاول. لو انا رحت خليت الجزء اللي فوق ده بصفر، يعني مثلا خليت الجاما بتاعتي بصفر، فمنها الجزء اللي تحت هيبقى بصفر برضه، فالايه فالاتنين هيبقوا صفر على صفر، فمش هينفع. يبقى عشان كده هنقدر نغير في الايه، في الكي بي. الكي بي هنسويه بصفر، يعني هيبقى كوزين اتش الفا على 2 بيساوي صفر، فمنها الاتش الفا على 2 بتساوي 90، ومنها الاتش الفا بتساوي 180. فعشان كده الالفا بتاعتي هتساوي 180 على ايه، على اتش. الاتش ديت اللي هي نمرة الايه، نمرة الهارمونيك بتاعتي. فانا لو عايز مثلا عندي الهارمونيك التالتة وعايز الغي الايه، الغي التأثير بتاعها، هعمل ايه؟ هنيجي قاسم 180 على التلاتة هيديني 60 درجة. يبقى انا هنعمل شورت اللي هي الالفا بتاعتي، هعمل شورت بزاوية كام؟ 60 درجة. فمن هنا كده هنلغي الايه، هنلغي السرد ايه، السرد هارمونيك من ايه، من عندي. وهكذا لو انا مثلا عايز اشتغل على الايه، هارمونيك الخمسة، فهنخلي ال H بخمسة. عايز اشتغل على هارمونيك السبعة، هنخلي ال H بسبعة، وهكذا. بعد كده اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على تأثير الهارمونيك التالتة او الثيرد هارمونيك على الايه، على الستار والايه والدلتا. فبدأنا بالستار، قلنا ان انا عندي 3 فيز على الايه، على الستار. الجهد الاول ايه ساين اوميجا تي، نفس الايه ساين اوميجا تي ناقص 120، والتاني زائد 100 وايه 120. فانا بالنسبة لي لما نجيب الايه السرد هارمونيك، فبالنسبه لي هتبقى هنا الايه، هتبقى الايه بتاعت السرد، والزوايا بتاعتي هتنضرب في ايه، في 3. فهنا الزاويه دي هتنضرب في 3 عادي، هتبقى 3 اوميجا تي. هنا هتبقى 3 اوميجا تي ناقص 360، اكن انا الزاويه صفر، يعني ناقص، يعني عندي هنا 3 اوميجا تي بس، وهنا 3 اوميجا تي زائد 120 في 3 360 برضو، فاكنها بايه، بصفر. فهيكون عندي كلهم ليهم نفس الايه، نفس الزوايا. فلما نيجي نجيب الايه الفرق في الجهد ما بين الايه، الفيزا الاولى والتانية مثلا، هنلاقي ان الجهد هنا هو هو الجهد هنا، فالاتنين لما يطرحوا من بعض ايه، يضيعوا. فانا عندي السيرد هارمونيك في الدلتا بت ايه، او في الستار قصدي سوري، بت ايه، بتضيع. طيب يبقى انا خلاص كده السيرد هارمونيك عندي بالنسبة لي ما بتبقاش موجودة في الايه، في الستار. انما في الدلتا قالك هي بتكون موجودة بس على هيئة ايه، تيار بي ايه، بيلف حركة دائرية في الايه، في الدلتا بتاعتي، فبنسميه السيركلر ايه، سيركلر ايه كارنت. فده بالنسبة لي ان التيار بتاع السرد بيفضل يلف جوه الايه، جوه الدلتا بتاعتي، وما بيت ايه، ما بيخرجش ايه منها. فبالنسبة لي كده الدلتا فيها سرد بس برضو بيبقى جوه الايه، جوه الدلتا بتاعتي، بس بيمشي على هيئة ايه، تيار ايه، تيار بيدور في الايه، في قلب الدلتا. فانا كده عندي توصيلة الستار بتاعتي السرد فيها مش بتظهر، لانها بتكون نفس القيمة والايه، وليها نفس في الشفت، فكلهم بي ايه، بيلاشوا بعض. اما في الدلتا فبيحصل عندي ان التيار بيفضل ايه، يلف وما بيخرجش. وعشان كده ايه، بنفضل ان التوصيلة بتاعتي تبقى ستار، علشان الايه، السرد هارمونيك بتاعي يروح وابعد عن الايه، التيار الدوار او السيركوليتنج ايه كارنت بتاع السرد ايه، السرد هارمونيك. فيبقى بالنسبة لي الدلتا بتخلي فيها السرد، اما الستار السرد فيها بت ايه، بتروح، او المضاعفات بتاعتها سواء 9 سواء كانت 15 سواء كده، اللي هي الايه، التريبلين هارمونكس، اللي هي مضاعفات الايه، مضاعفات السرد. بس كده الشابتر التاني يكون خلص، واسف ان انا قطعته على كذا جزء، بس المساحة للاسف يعني ما كانتش تمام معايا. شكرا.